ابني انا عارف الافكار دي كويس، ما هدرس عندي. ما بيقول لي الاجانب عادي وقشطه يعني. ما هم قشطه فعلا والدنيا حلوه. لا طبعا دي افكار سيطرت مش حقيقيه. يا ابني خد التقيله، البيتزا بوي بيقدم بيتزا ويمشي. بس سلام. بس بيتزا بوي يقدم بيتزا ويمشي؟ ده فين ده؟ ماشي كمل. دكتور ماله؟ هتودي له صاحبتك هيعالجها بس ويمشيها. بس ما بيعالج. بس هلا هو على دماغك. كمل كمل. المدرسة مالها؟ بتدرس بس. بس وبتقبض اخر الشهر تعمل كده؟ الحمد لله. دي مدرسة من العمرية دي. في وسط المانيا عادي. في وسط المانيا. والسباك بيغير كوع الحنفية ويمشي ما يبصش على أي واحدة في البيت عادي. إذا كان السباك اللي عندنا بيبص عليها وهو ماشي. أنت أي حد هيبص عادي لبسك غريب. يا جوني. يا جوني الأجانب دول جايبين من الآخر. دول بيلبسوا كت عشان العبد لله يخليه أنكت.